نبدأ هذه الجولة من المهرية سنت، والذي تناول الضغوط الأممية تجاه مجلس القيادة الرئاسي لإجبار البنك المركزي اليمني في عدن على إلغاء قراراته الأخيرة ضد البنوك الوطنية في العاصمة صنعاء، وما أثارته من تساؤلات حول علاقة التهديدات الحوثية للسعودية بتراجع مركز عدن عن تلك القرارات. الموقع أشار إلى حديث مراقبين وصحفيين أن رسالة المبعوث الأممي للمجلس الرئاسي تعد استجابة سعودية لمطالب الحوثيين، وتم إخراجها بتلك الصورة للمساعدة في تعليق قرارات مركز عدن بشأن البنوك حتى أغسطس والدخول في حوار اقتصادي. ويشير الموقع لطلب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ من المجلس إيقاف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين مهلة حتى نهاية أغسطس المقبل والشروع في حوار اقتصادي مع جماعة الحوثيين.